المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حكم وأمثال جادية. اليوم معنا في برنامج حكم وأمثال جادية السيد علي يوسف، الشيء يقدم لنا حكم وأمثال باللهجة العربية الجادية. السلام عليكم السيد علي يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم السيد علي يوسف، أول مثل اليوم جيت تقدم لنا. أول مثل اليوم جيت نقدم لكم هو المثل ماني بقول عليك وبنزين بلحق عليك. كده مرة أخرى. ماني ما بقول عليك وبنزين بلحق عليك. أيوة معناه شو؟ معناته ده النادم كان جيب له أش عنده سلطة أو عنده قروش، أنت جاي تدور من عمل ولا تدور من شيء يسيلك ده، هو باطل ما عنده نية بيسيلك. أما إنشان بخاف منه حق ده بيشيله وما بيسي. لا. حتى في العمل في الوظيفة كل الناس هذه بيجيبوا عندهم أوراق بيجيبوها النان بيشيلها بيقول نسيلك، أما هو داخل لما بدور بيسيلك يقول لك اليوم أم باكر اليوم باكر أنت تتابع كل حد تعيط تخليه خلاص، هو بيقول لك لا ما نقول لك أما بنزين ده أنا بلحق عليك. بقول لك زين زين بس بلحق زين زين أما بنزين ده بس بلحق لك، أما هو ما بيسيلك ده ماله يعني بعض معناته هو من أول كفينيته ما بدور بيسيلك وخايف من وجهك او خايف من الناس عندكم معرفه بيناتكم او عندكم معرفه مع ابهاتك ولا مكي خلاص، وبخاف من وجهك ليه ماني سيده ما بقدر بقولها وخلاص ما بقولها الملف ده بشيله منك اما ما بخدمك خلاص انت يوم تعي تخدي. والاشياء ده اليوم في وقتنا هسه ده حاصل كثير، ما دام النادم انت يقول لك شغل والناس بدهم يحتاجوا ليك ده تسي تسي ما تسي النادم ده خليه يمشي يفتش مكان اخر باب الله واسع. ما واحدين كمان كان جيت وقلت لهم ماني سيدة خلاص روالي يقوموا بيك يقولوا فلان فاسد فلان فاسد، لا عشان ده بعض الناس بيسووا حاجات زي الصهيدة هو مر وبنفع النان ده وقت تخليه وجه يتابع ما يتابع ما قدر كان خليته مشى مكان اخر في الوقت الضيع هذا اكون الله اكون الله يفتح لي مكان اخر، لكن امله كله كيف فوقك امله كله فوقك فلان ده قلبي سيلي وبيسيلي حياته ما تسيلي وفي النهايه انت ما عندك نيه، حتى مرات الملف انت ما مرقت من درج اللي خطيته فوق ده بس معناته الناس بسوء خير من الاشياء ده ما عندها فائده وما عندها مصلحه، لانه بيسيب بعدين زعل للنادم نعم وبيجيب بيناتكم مباغده في المستقبل ده النان ده كان بعدين هو الله اعطيه بطريقه اخر وفاده يمكن كان ما عنده ايمان ده يقبله هو ذاته يوم انت تدور من الشيء ده يسيلي. يا سلام. نستفيد شنو من المثل؟ استفادته ده النادم ده كان شغل ده بيقدر بخدمه يقول للنادم انا خدمه لك، كان ما يقدر يخدمك ويقول لا انا ده بجهدي وجهد انا الله انا سبب الله يا بيعط انا نمشي نجرب مكان اخر كان لقيته لقيته ما لقيته من مجيد. من كان هو من اول كان ماني تبي يسيلك ده يقول لك واضح انا ما نقدر لا ده اللي يسيلك طوالي يعني يسيلك طوالي امان داخل ده هو مبدوره ما يسيلك ده المثل يكرر لنا المثل كده المثل ده بقول ماني ما بقول عليك وبنزين ده بلحق عليك. يا سلام. المثل الثاني بقول اني هنا ما هنا اني هنا كان هنا ناس تسمع الزغرات بالغنية معناته ده اني هنا ده السلام والصحة أيوة والشبقة معناته بكان فوق السلام في مشاكل ما في بين القبائل أو بين الناس مشاكل ما في والناس شبعانين ما مرضانين وكده ده الزغرات كله فيه بالغين والغين كله فيه معناته السلام كان في ده ما بعد بين الناس ما فيها نعم يعني تقاسم بين الناس ما فيه حقد ما فيه حس الناس بيقولوا الثقافة ماتت التراث مات التراث ولا مات يعني الظروف جبرت للناس الناس ما عندهم شيء جيعانين او لقيت نادم مرضان او لقيت بين قبيلتهم الناس الزمان اول هم بيسووا معاهم عاداتهم من تقاليدهم دول عندهم مشاكل بيناتهم ما يقدر يمشي خلاص الاسباب مشي ده خلاص كتلت الصحه يعني المثل اللي بحجي فيه اهميه عن الصحه اهميه الصحه واهميه عن السلام السلام اهم شيء السلام السلام بين الناس بعد ده اهميه ده البصل بيجيبوا الشبع بيجيبوا اذا كان ما في صحه وما في سلام ما في سلام الانسان ما في انتاج ما يكون للحياه كله معنى للانسان ما يهز باي شيء كلمه السلام ده هي ما كلام
السلام في الأخلاق والفعل. وسلام ده بنو رجال بس. نعم. كان قلت يعني نجعل بيناتنا ده كان المفاوضة جد، النقاش جا، نادمك ده شغل الهو قلبك ما بدا أنت عرفته ده. كان أنت كولو بس كينا بدا ما أحمر عمرك كله كان ناديته فلان تعال، ما لا زعلك شنو ده؟ بن أدل. أنا ده كان حوان كان شنو كله كان أنت جبت لميته ليك ده. ما بسي شغل فسل. نعم. أمان كان الضعيف كله خلوه في ضعفة الضعيف للزو الهوان كله خلوه في نعفة ده السلام ما بيجي من هنا يجي أهمية هنا الحوار الحوار يكون حوار بين يكون الناس يكون حوار أمان يقول تقبل الناس النان ده بفسله كله تقبله في فسله ده بس كان سراك كان شنو يقول أنت تقبل تفهم بعد ده كان جبت ممكن أنت قبلت البيح ونيت أنت قبلت يمكن الله يحدي نعم يحل لكم محمد منه أيوة المثل كرر علينا كده المثل معناته أنينا هنا أنينا ما نهنا أنينا كان هنا ده تسمع الزغرات بالغناء نعم معناته هم ما هنا ده السلام هنا ما في الصحة ما في الشبع ما في ده ما في زغراد وما في غني نعم المثل الثالث بيقول في الآفي المرية من سمع قولي في مونة غريبة من كسر ضحري في شان حق الدنيا ما بسيلة حراري عشان بغد بزولي معناته ده في الآفي المرية نادم واحد آفي بس يقوم يحج كلام واحد لا حد يجرح الناس ولا بيناتكم مشاكل وشنو بس يقوم يحج كلام يعني كلام ما منطقي واللي يقول انا نفعل نفعل امان كان بعدين الحارج هذا انت اكون ما تلقى شيء ما ذاته فكان يمشي يقول ما تعرف حافلمون الغريب من كسر ظهري معناته جابوا اكل ولا جابوا شغل هنا مساعده نادم كبير معروف بس يقوم هو اول بده يجري قدام الناس شغل اللي يشيله ولا في الاكل يقول كان قاعد ده بس اكل الشين ولا شغل الاكل الهلو ده اول بده يشيله هو يحطه قدامه الاكل ده البيت ده ما لهم قرص كله كان ده سوق فيه ده ما نصيبك زياده ما تشيله ونصيبك ده نادم ما يشيل في مكانك الا انت بس تشيله نعم كان باي طريقه قسمتك كده قسمتك دي اللي انت تاكلها وزياده منها كل ما تشيله وانقص منها كل ما تشيله وفي حق الدنيا ده النادم انت الله اعطاك سلطه ولا الله اعطاك قرص في شان هو ده بس خلاص انت ولا عذبت ناس معرفتك ولا اخوانك في شان انت لقيت ده بس خلاص تسي منهم هم ده ما يلقوا منك راحه فتان ما دام انت لقيت اللي يلقوا منك ذهابه انت تبقى لهم عبد اليوم تسيل يا حراري يعني يجيب بيناتكم مباغدة ويقول فلان اني ما لما نبيع انتوا اخو كان الفاتش ده خلاص اخيان قريبين ويقول لك انت فلان غني ده شنو هناكم ده ولا هو ده اخونا انا بحاتنا فان كيكي وما دام هو لقي قرصه كان خلاص صفى منه لقي ملكه كان صفى منه هذا خلاص اللي بيجيب انشقاق وبيجيب تقاسم بين الناس وبيجيب لها حراري خلاص شان هو لقي قرصه خلاص يعني القلب بدوره بسي القلب بدوره بيجيب ده عليه نستفيد شنو من المثل؟ استفادته ده النادم في العافيه ده ما بيناتكم مشاكل اللي تحت كلام فصل يعني الناس بيقولوا كان بقيت بين الناس انتبه للسانك كان بقيت وهيدك انتبه لافكارك كان بقيت وهيدك انتبه لافكارك وكان بقيت بين الناس ده انتبه للسانك ده ذاته مثل اخر يدخل لسانك ده ما يحجي كلام الفصل اها والشغل كان جدا الشرف ده في السوق ما بينشري الا انت بس تناسب انت فلان الناس خدتنك في قيمه من شغل واحد جابوا للناس ضعفاء انت كبير تمشي تشيله ولا في قدام الناس انت بس قاعد ده اكلك شين الناس بيقولوا لنا نسمين ما بيعرف العيب معناته هو بيشيف عليه حسب بطنه هذا واجب ده انت شغل الحين كنت لا تكسر ظهرك ليه عجل عجلك وفي حق الدنيا ده الله امطاك ده كان ملك كان قرص كله هو امانه انت وكل لقيته ده مثل انطاك احسن ليك انطاك ليه ده انت كل ما تشي في دربة ده احسن ليه الضعفاء اخيانك القريبين لومهم عليك الناد والتعبان شفته كله ارفع هل انت تقدر تسيد سي وقت سؤال لسيده شارد صفى مكان اخر ده الناد وانت رفعتهم ده ما يخليك رزقك ده قاعد متداول الكيل لحد تنتقل نعم عشان ده المثل بقول شنو؟ المثل ده بقول في الافي المريم من سمع قولي في مونه غريبه من كسر ظهري في حق الدنيا ما بس حراري عشان نغدي بزولي نعم اذا استاذ علي يوسف تقريبا الامثال اللي هسه ذكرتها امثال كويسه جدا ودي الناس اذا كان مثلا اي زول فكر فوقها يقدر يمشي فوق حياته وكذا الانسان مثلا بالذات المثل الاخير يعني الانسان اذا كان انت لقيت شيء مثلا الله رفعك بماده او رفعك بحاجه لابد تفكر للناس الاخرين
طيب شكرا استاذ علي يوسف. تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه، لكن قبل ما نختم كرر لنا الامثال الثلاثه اللي شلناها في الحلقه دي. المثل العول والماني ما بقولها ليك، وبنزين بلحق عليك. معناها ده هو الشغل ده ما بدور بسيء. أمان يعني ينومك يقول لك اليوم مباكر اليوم مباكر، يوم انت تعايك تزعل تخلي منك. وده مفروض الانسان يكون شنو؟ الانسان واجب ده يكون، او انت ممكن لان انا بمشي بسال الزول كله يتفكر ان انا بقدر بقضي حاجتك ما بقضي ما بقضي ما انت احيانا تقول لا نادو ما حتلقاه هو انت ما يا البلد ولا عنده معرفه ما نادمك واحد ولا انتوا قريبين تعرف اول زمان انت خدت في قيمه اخر تقول شغل هنيدو بس هي اديب. اما يمكن هو عنده شغل اخر في قلبه او يقول انت اذا كان بعدين نجاح ده تجي لي تنافس في المنطقه يعني اشياء مثل ذي القعدات ده الاكثر كل التنافس في المنطقه ده بس اللي بتضيع الناس. بيقول يا الفلان دول كان هم جبتوهم في مكان ده لقوا ده بعدين شغلكم انتوا هسه قاعدين ده هم بيشيلوا منكم خلاص يجيب افكار مثل دي خلاص ليك انت تضيع مره واحده. أمان هو لسه هناك انت في بطنك ده هو ما يعرفه عشان ده المثل بيقول شنو؟ بيقول ماني ما بقول عليك أمان بنزين بلحق عليك بنزين نسيلك بنزين نسيلك ايوه. المثل الثاني ده بيقول اني هنا ماني هنا اني هنا كان هنا تسمع الزغرات بالغني. نعم اني هنا ماني هنا ده بأجل السلام والصحة والشبع. نعم معناته هم دول كان قاعدين فوق ده زغرات غني بدن يعني اختلاط بين الناس الوطن كله حديد. نعم المثل الثالث بيقول في الآفية المرية من سمع قولي في مونة غريبة من كسر ضحري. نعم. في حق الدنيا ما بسيه حراري عشان نقدب زولي. ده معناه؟ معناته ده نادم في الكلام في الآفية كده ما تحج لك كلام فصل وفي شغل كي بس مونة غريبة بس في أكل تاكل أكل شين ولا شغل جابوا الناس ضعيفين بس أنت نادم ما يغني أنت مش تشيل منهم ولا انت اللي قلت لك السلطه خلاص في سبب سلطتك دي بس اللي الناس اقربانك ولا ناس معرفتك ده خلاص ولا تعرفهم ولا بعدين تزال تقلهم ضد ولا مشيت مكانت عندهم تراب برا بدون رغبتهم بس شريته كلك شلته ولا زراعتهم بس كل زمان رفقانك سياده الموتيات يوم انت رفع فوق خلاص مشيت مع البيبي خلاص كله ديلاك تخليهم خلاص كله تخليهم يدوروا يشوفوك بعينهم كل ما في. يا سلام شكرا جزيلا استاذ علي يوسف على هذه الامثال والحكم. شكرا جزيلا اعزائنا المشاهدين، الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج حكم وامثال شاديه. تابعتم في خلال هذه الحلقه ثلاثه حكم وامثال شاديه قدمها لنا الاستاذ علي يوسف. نشكركم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.